تقع مدينة حارم في شمال غرب مدينة إدلب وتتبع لمحافظة إدلب، حيث تبعد عن مركز مدينة إدلب 40 كيلومتر تقريبا. فيها قلعة أثرية قديمة مشهورة، وفيها ينابيع وبساتين بلغ عدد سكانها حتى العام 2011 25 ألف نسمة تقريبا. أول من سكنها في العام 1825 للميلاد هي عائلة برمدة الكردية من عشيرة كيتكان، مصطفى برمدة وأولاده حسن وحسين وأحمد، حيث نصبوا فيها الخيام ثم بنوا البيوت، ولكن حزب البعث العربي الاشتراكي هجرهم عندما استولى على السلطة في سوريا. لكن منطقة حارم بالكامل كردية منذ ما قبل الميلاد، وليس فقط منذ العام 1825 للميلاد. وهنا أورد ما قاله المستشرق الفرنسي ريني دوساوت والمختص بتاريخ سوريا والمتوفي سنة 1958 للميلاد في كتابه والصادر سنة 1927 للميلاد في العاصمة الفرنسية باريس ما يلي. يعود تاريخ الوجود الكردي في سوريا قبل التواجد العربي بمرحلة زمنية سحيقة، ويعود لمئات السنين قبل الميلاد، حيث كان سهل العمق ومنطقة حارم مأهولة بالكرد وتحت سيطرة الكرد قبل غزو الإسكندر المقدوني للمنطقة. تشتهر حارم بالزراعة بكافة أنواعها، وأهمها زراعة شجر المشمش ونوعه الخاص المسمى شكربرا، أي شكربرا وكلمة كردية، شكر تعني السكر، برا تعني الشقيق أي شقيق السكر لحلاوة هذا النوع من المشمش، وأشجار الزيتون والتين وزراعة الخضروات وخاصة الفليفلة الحارمية الحارة قرن الغزال. هي مدينة أثرية معروفة بمعالمها الأثرية الفريدة مثل قلعة حارم والكثير من الآثار المنتشرة في المدينة ومحيطها. من عائلاتها برمدة وهم من كيتكان وقشقش، كيخيا، هنانو أيضا من رشوان، وكوسا أيضا من رشوان يسكنون في الحامضة، وكوسا كلمة كردية تقال عن الشخص ممن لديه لحية خفيفة الشعر، وعائلة مارد وخزاعي والشيخو وقويري. تضم منطقة حارم عدة مدن وبلدات منها سلقين، أرمناز، كفر تخاريم، كفرمو، بلدة إسقاط، معرات الشلف، قورقانية، قلب لوزا، بنابل، مير إسحاق، كفر كيلا، شندلية، معصرطة، بسينة، كفر حوم، عريبة، رأس الحصن. منطقة حارم بمدنها وبلداتها كردية الأصل، ولا زال الكثير من أهلها يقرون بكرديتهم بالرغم من محاولات التعريب، ولكن هذه المحاولات نجحت نوعا ما، وهنالك الكثير من الكرد ممن استعربوا والأمل بأن يعودوا لأصولهم الكردية ولغتهم. شكراً.